مرة أخرى نعود ونلتقي لمواصلة الحوار حول تكفير الحاكم أو تكفير المجتمع. قبل الاستراحة كان أستاذنا سالم الدكتور سالم عبد الجليل يتحدث حول فكرة الحكم بغير ما أنزل الله ويشرح إن المواضع التي جاءت فيها الآيات ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويشرح لماذا جاء أو حكمة التنزيل أو قصد التنزيل في هذا الموضوع. تفضل سيدي. سيدي الكريم، مرة أخرى أكرر بأنه إذا تكررت الألفاظ في موطن واحد حتى وإن كان بينها تقارب شديد إلا أنه لابد أن يكون بينها فوارق أيضا عديدة وأنها متباينة وأنها لا تدل على لفظة واحدة. فلما قال ومن لم يحكم من ظلف لكم الكافرون، ثم بعدها قال الظالمون، ثم بعدها قال الفاسقون، دل هذا على أنه قد تكون طائفة من هؤلاء كفرة وقد تكون طائفة ظالمة وقد تكون طائفة فاسقة. وضربت مثلا بالصيام، لو قال إنسان مسلم أنا نفسي أصوم رمضان بس مش قادر، مش قادر مش عشان مريض، لا هو هواه بيغلبه، اتعود يشرب سجاير، اتعود أن يأكل ويشرب وما ملهوش مزاج للصيام فما بصومش، عارف أن الخمر حرام ويقر بأنها حرام لكنه يشربها. كل هؤلاء عاصون، معصيتهم كبيرة نعم، ربما إذا لم تشملهم رحمة الله ولم تشملهم عفوه ولا نستطيع أن نحجر على رحمة الله ولا عفوه العظيم يدخلون النار بسبب هذا، إلا أن يعفو الله عنهم، إنما لا نكفرهم. يسمى ظالم لنفسه، يسمى فاسق. وبالتالي لما أريد أن أنزل هذا الكلام على السيد الرئيس وعلى السيد جمهور مصر وشعب مصر، سيد لا يمكن إطلاقا إن أقبل من يكفر لا الرئيس ولا يكفر الشعب. من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وأقر بالصلاة وأقر بالزكاة وأقر بالصوم وأقر بالحج مسلم، حسابه على ربه سبحانه وتعالى إن أخطأ وقصر. تعال هنا لأقرأ كلام قالوا ابن القيم، لا قالوا سالم عبد الجليل ولا قالوا حد في السلطة ولا قالوا أزهري عشان بيقولوا دول بتوع الدولة ولا الكلام ده كله، وقيل من مئات السنين ومن مئات السنين. أحسنت، شوف ماذا يقول. بيقول الكفر ذو أصل وشعب، فكما أن شعب فكما أن للإيمان شعب وشعب الإيمان إيمان، فشعب الكفر كفر. وكما أن الحياء شعبة من الإيمان، وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر، والصدق شعبة من شعب الإيمان، والكذب شعبة من شعب الكفر، إلى آخر ما قال. والحكم بما أنزل الله هو شعبة من شعب الإيمان، ولا يمكن أن يكفر لمجرد أنه ارتكب أو أخطأ في شعب من شعب الإيمان. يعني إذا تلبس الإنسان بأنه حكم بغير ما أنزل الله، وهو لا يقصد بذلك أن حكم الله لا يصلح، ما قالش أن حكم ربنا مش صالح، ولا قال أن حكم ربنا عجل ما ينفعش في الزمن ده وأن في أحسن منه اللي وضعه البشر، ما قالش الكلام ده. إذن حتى وإن قصر في تطبيقه فقد ارتكب أو أخطأ، لكن خطأه يظل شعبة من شعب الكفر، ما خدش كل الكفر. زي ما الإنسان يترك الحياء، هل من ترك الحياء ترك الإيمان؟ إطلاقا. إنما أخطأ وقصر في شعبة من شعب الإيمان التي تتجاوز 60 وفي رواية تتجاوز 70، 60 أو 70 شعبة. ومن هذا المنطلق لا يستطيع كائنا من يعني كان. ننظر إلى نسبية الفعل إلى الأصل في طبعاً. الإيمان مظبوط، ونسبية الفعل في المعصية إلى نسبية الكفر. لا يكفر الإنسان يا سيدي إلا إذا استحل عن علم وباختيار وبدون تأويل وبدون جهل وفي وعيه بدون إجبار، استحل ما حرم الله سبحانه وتعالى أو استهزأ بشرع الله سبحانه وتعالى. إنما عندما نراجعه يرجع. ولذلك ابن تيمية نفسه قال التكفير له شروط ومواانع قد تنتفي في حق المعين، قد تنتفي. لما جيب بقى يتكلم عن هذه الشروط وهذه الموانع، قال وغيره من العلماء قالوا هذا الكلام، قالوا الشروط قد في الشخص ذاته أن يكون بالغ عاقل متعمد قاصد لفعله. ده أنا بتقالي احنا لو رجعنا مبارك تاني وسألناه ما كنتش بتحكم بالشرع عليه، هقول لك ما أقدرش عشان أمريكا مثلا. هنسمي ده إيه؟ هل عشان مبارك النهاردة مخلوع وهو في سجن ومحبسه أجي أقول أصله كان كافر لما كان ما بيحكمش؟ أبدا. ولما سألنا الناس الخروج عليه جائز ولا مش جائز، خروج عليه لظلمه وفسقه ولم نكن خروج لكفره. أجي النهاردة أقول لمرسي الذي يصلي الفجر جماعة
سيبنا من السياسه نختلف او نتفق معه عشان ما حدش يقول انتوا بتجاملوا. بنتكلم على الدين، بنتكلم على الجانب الشرعي، بنتكلم على الحكم عليه بالاسلام. الرجل يصلي الفجر ويصلي بالناس اماما اقول عليه كافر؟ لا يمكن ان اقبل مثل هذا. زي ما تفضل دكتور ناجح وانا بحييه الحقيقه، ابويا وامي وجدي وجدتي اللي ماتوا وكانوا بيصحوا الصبح يقولها بالمعنى البلد البسيط اصطبحنا واصطبح الملك لله، اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقولها باللغه العربيه الجميله اصبحنا واصبح الملك لله. ولا فطرتهم اكفر هؤلاء؟ لا يمكن. وبالتالي انا اشدد في هذه المساله. السؤال ومن انا حتى اكفر هؤلاء؟ طبعا احسنت والله العظيم. ولو اجتمع علماء الازهر اللي هم يعني علماء الازهر لا يمكن ان يقبل كلامهم في انهم يكفروا مسلم يشهد ان الله ان محمد رسول الله، وحشاهم ان يفعلوا هذا. ولذلك لا يجرؤ على التكفير الا الجاهل. صح، لا يجرؤ على التكفير الا الجاهل. العالم يخاف. ده سيدنا علي بن ابي طالب لما سالوه عمن خرجوا عليه وهو الامام الحق، حد يخالف من اهل السنه في ان علي بن ابي طالب كرم الله وجهه ورضى الله عنه لما اختاره المسلمون اماما لهم، هل احد يختلف عليه بانه امام حق؟ ومع ذلك خرج عليه الخوارج. ومش بس يا ريت خرجوا عليه بالكلمه، خرجوا عليه بالسيف وحاربوه وقتلوا من قتلوا من انصاره واتباعه. فساله احدهم او سال بعض اتباعه، سال سيدنا الامام علي بيقول يا امام ما تقول فيهم؟ نقولهم كفار؟ قال لا، من الكفر فر. طب مشركون؟ قال لا، ليسوا مشركين. طب منافقون؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. طب قالوا فماذا نقول فيهم؟ قال إخواننا بغوا علينا. هنتكلم عن مين؟ عن إمام حق مختار من الأمة، سيدنا علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوج الستين فاطمة، أبو الحسن والحسين، وهؤلاء خرجوا عليه وبيحاربوه. أراد أن يعدل في حتى في عليه، حتى في غضبه، في غضبه. وقال هذا الكلام الذي يجب ان نتعلمه، اخواننا بقوا علينا. انما النهارده سالم يختلف مع الدكتور ناجح يقول كفروا؟ لا يجوز نختلف ونتفق. ومين اللي قال ان احنا هظلنا نتفق؟ لم يشأ الله سبحانه وتعالى ان يتفق المسلمون على قول واحد ولا على شيء واحد. حتى في زمن الصحابه رسول الله اصدر امرا لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه. خرج الناس أطاعوا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فأدركهم العصر وهم في الطريق، انقسموا إلى فريقين. فريق قالوا أراد النبي ظاهر النص متشكرين، يبقى لن يصلي العصر إلا في بني قريظة ولو بعد صلاة المغرب أو العشاء أو تاني يوم. الآخرون قالوا لا، ده أراد روح النص وهو التعجل، إحنا تعجلنا وخرجنا فسنصلي في الطريق. وفعلا وقف بعضهم صلى وسار بعضهم ولم يصلي، لكنهم جميعا اتفقوا زي ما قال كده الدكتور ناجح، راجح ومرجوح، صح وصح. الحق يا سيدي يتعدد، وحتى على من قال أنه واحد إلا أنه غير متعين فيحتمل. ولذلك كان باب الاجتهاد مفتوح في هذه الأمة ويظل مفتوحا، والمتأول المخطئ وإذ كان حق أهل حق للتأويل وللتفسير مثاب وليس مخطئ حتى وإن أخطأ. من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. كأن الإسلام بيقول لي روح اجتهد يا سالم، ما تقفش، ما تقعدش في حتة واحدة، اجتهد واشتغل ومالكش دعوة، حتى لو أخطأت نحن سنعطيك. كان ابن القيم لما يختلف مع ابن تيمية رضي الله عن الجميع وعن السلف والصحابة أجمعين، ما كانش يقول أخطأ شيخنا، كان يعني يستكبر هذه الكلمة، يستكسرها أن يقولها يعني. فكان يقول أصاب شيخنا في هذه المسألة أجرا واحدا. فما تخلونا يا أخواننا نتعامل بالمنطق ده، ما تقولوا سالم ولا الأزهري ولا فلان ولا علان أصاب أجرا واحدا، بدل ما تقولوا أخطأ وفسق وبدع وأبدع ولا ابتدع وكفر وتخرجوه من الملة، قولوا أصاب أجرا واحدا. ما تقولوا للريس أصبت أجرا واحدا في هذه المسألة، ما تقولوا لفلان وعلان أصبت أجرا واحدا، ما تقولوا التنظيم الفلاني أصبت أجرا واحدا. لماذا؟ لماذا نتسرع في حكم التكفير؟ لماذا؟ هو كما قال دكتور ناجح بالفعل هي عقلية انه انا مستكثر على الخلق. انا مرة حد والله سألني هذا السؤال، واحدة سيدة بتقول لي انا بصلي طول عمري وملتزمة طول عمري، تيجي واحدة فنانة استمتعت وسافرت وراحت وجات وشربت وسهرت وعملت، وبعدين تيجي تتوب وتخش الجنة؟ قلت لها استغفر الله العظيم، هو انت موزع الرحمه؟ هو هي كحكه؟ هي ثوره مصر بقت كحكه وناخد حته فهتقل؟
دي رحمة ربنا يا اخوانا، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتب لدينا تقول. هو المنطق نفسه نعم انك لا مش كده، انت بتقارن فعلك بفعل غيرك صحيح. بينما انت تقارن فعلك برحمة الله طبعاً. وليس بغيرك طبعاً. لأنه قرار ربي تجاه غيري صحيح. هذا قراره هو صحيح ولا دخل لي فيه. خزائن لا تنفد، وزي ما تفضل الدكتور ناجح، لا أنا وسعت رحمتي كل شيء، كل شيء، ولا أنا مالك خزائن الجنة، ولا أنا مالك خزائن النار، ولا حتى هيكل الحساب لحد من البشر ولو كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هو اللي هيحاسب عباد بنفسه. ليه؟ لأنه عارف في الحته دي سالم كان غلطان، بس جايز كان متاول. هو اللي عارف هو متاول مش متاول، جايز كان مغلوب على امره. وبالتالي ان احنا نحكم على الناس ونقضي عليهم ليست هذه مهمتنا، وسنعيد ونكرر مره اخرى ان احنا دعاه ولسنا قضاة. يجي حد يقول لي بس ربنا سبحانه وتعالى قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. تكفر بالطاغوت مش معناه انك انت تقول بقى ده طاغوت وانا هكفره. تكفر به اي انك لا تعمل ما يعمل ولا تؤمن بما يقول، كونك انت لا تسير على خطى الشيطان ولا تسير على خطى الطغاة شيء، وإنك تكفرهم شيء آخر. ده مسألة مختلفة تماما. ويقول لك من لم يكفر الكافر فهو كافر. يا سيدي أنا موافق، بس الكافر يقينا. من الذي أثبت يقينا بأنه كافر؟ من اللي قال؟ من ذا الذي تنطبق عليه شروط الكفر؟ دي نقطة. وكيف تتيقن من هذه الشروط؟ ثم من أنت حتى تستطيع صحيح. أن تحكم صحيح. وهل أعطيت لك سلطة التكفير؟ وإذا كفرت فهل أنت تنتزع سلطة المفروض أن تكون لكبار العلماء أو تكون للحاكم أو ولي الأمر في تلك المرحلة؟ يعني كلها أمور شائكة للغاية يا سيدي. لا يعني أخذ الأمر بيدك طبعا. خطر شديد. أنا أحسب يا سيدي أنه حتى العلماء وحتى الأزهر المؤسسة الدينية بكاملها مع تقديري لهم ليست لهم سلطة التكفير طبعا. سلطة التكفير ليست لأحد يسير من البشر. نحن فقط نستطيع أن نقول أن الشخص الذي انطبقت عليه شروط التكفير يستتاب. فنبقى راجعناه ونبقى علمناه ونبقى وضحنا له وفهمناه عنده مشكلة نحلها. ده احنا رأينا حتى بعض من ارتدوا او ظهروا بأنهم مرتدين كانت لهم مشكلات اقتصادية ولا اجتماعية وأرادوا أن يلفتوا الانتباه. أنا جلست مع هؤلاء أو مع كثير منهم حتى اللي أعلنوا الردة. لما بتقعد معهم دكتور ناجح بلاكش أنا ارتديت، هو عنده مشكلة اجتماعية أو اقتصادية بيريد أن يلفت الانتباه زي بالضبط بيتظاهروا وبيقطعوا طريق نفس الطريقة. إنما علشان تقول أنا مرة جالي شخص وقال لي أنا فلان ألحد، قلت له هتقول لي أقعد معاه يعني مش هتأنبه؟ قلت له أنبه ليه يا ابني؟ يا سيدي العلماء، قال ابن تيمية العلماء يعرفون الحق ويرحمون الخلق. نعم يعرفون الحق ويرحمون الخلق. وبعدين من شاء فليؤمر طبعا ومن شاء فليكفر صحيح. كويس، نيجي لما تفضل به برضو في موضع آخر دكتور سيد إمام الشريف، تفضل وقال المصريون يعيشون في دولة كفر منذ عهد محمد علي حتى الآن، والأوضاع تتفاقم حتى أصبح الأمر عصيا على الحل، وذلك منذ إلغاء المحاكم الشرعية. رأي حضرتك؟ ويؤسفني أن مثل هذا الكلام وغيره من الكلمات اللي هي دايما بتنادي بتطبيق الشريعة، يعني بتأتي بطريقة تنفر الناس منهم ومن الشريعة، وبينطبق على هذا النموذج إن منكم منفرين. ولا يمكن أستحضر في هذا الأمر كلمة مهمة جدا كان قالها الشيخ الغزالي الأحدث السقة رحمه الله، قال إن الإسلام قضية عادلة يدافع عنها أحيانا محامون فاشلون فتخسر هذه القضية. سلام. ولو أن هؤلاء تركوا الإسلام يدافع عن نفسه لربح الإسلام دائما، إذ أن فيه قوة ذاتية تستطيع أن تدافع بمفردها عن نفسه. أنا بضيف له الإسلام تجارة رابحة أحيانا يتاجر بها تجار فاشلون لديهم من الغشم والحمق ما فيه فتخسر هذه التجارة. ولو أنهم تركوا هذه التجارة تبيع وتشتري مع الناس جميعا لأقبل الناس على هذه السلع العظيمة ولربحت هذه التجارة. مشكلة الإسلام هي مشكلة بعض حامليه
الذي قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم إن منكم منفرين، هو اللي جاي وكأنه يقرأ المستقبل. في ناس لما بتيجي تتكلم عن حكم ما أنزل الله أو الشريعة كأنها تقول للشعب المصري جئناكم بالذبح، يعني كأنه يقول في حديث يعني طريقته وأسلوبه للرسول بشروا ولا بشروا ولا تنفروا واسروا ولا تعسروا، نعم. كل المعاني الجميلة هو يعكسها. ولذلك من يعسر ولا ييسر، ومن ينفر ولا يبشر، ومن يضيق على الناس ولا يوسع، ومن يفهمهم أن هذه الشريعة جاءت للتضييق. حتى في بتكلم أنا عن قضيتين في فقه الدعوة وفقه الدولة في بعض مقالاتي، أن فقه الدولة يقوم على فتح الزرائع مش على سد الزرائع، يعني مش التحريم التحريم التحريم. أنت جاي توسع على الناس لا أن تضيق عليهم، وهذه الشريعة جاءت لرفع الحرج. فبعض الناس لما يجي يتكلم عن الشريعة أو الحكم ما أنزل يتكلم كأنه يقول لا ده الشعب المسلم العظيم جئناكم بالذبح، فينفر هذا الشعب العظيم ليس من الإسلام ولكن من هؤلاء. ولذلك أهم من الشريعة حامليها، وأهم من الكتاب الذي ينقله إلى الناس، واخد بال سعادتك. ومشكلة مشكلة الإسلام في المسلمين وليست في الإسلام نفسه. الإسلام نفسه دين ديناميكي يستطيع أن يتحاور مع الجميع ويصل ويذهب، ودين في قوة ذاتية، دين في أسرار الخلود كلها من الثوابت والمتغيرات وكل العناصر اللي هي بنتكلم عنها. إذا لما نيجي أقول على الشعب المصري اللي هو دايما ركيزة الإسلام في 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 المنطقة، طيب عشان نوصل لموضوع المحاكم الشرعية اسمح لي ده يكون بعد الاستراحة الإعلانية على طول. تابعونا بعد الاستراحة الإعلانية لمواصلة مناقشة هذه القضية الهامة.